وكنتمنى هذا الفيديو يوصل لبزاف ديال الناس، ماشي ايتها الناس بل الناس المسؤولين اللي يقدروا يتدخلوا في هذه الحاله هذه اللي وقعتنا في جامعه المرسى. بعد ما شفت هذا الفيديو هذا في مواقع التواصل الاجتماعي اللي اثار انتباهي، وبكل رجوله واخا مشقت الطريق طلعنا التصريح حتى لهنايا باش نشوفوا هذه الحاله بام عينينا وننقل لكم شي حاجه اللي كاليتي وشي حاجه اللي كاينه في الواقع اللي عاشها واحد المواطن اللي تحقر في هذه الجبال الشامخه اللي بونتيز جبال تيشيكت. حاولت انني نميتريزي هذا الشيء في دماغي ونحاول نحط هذا الانسان ولا هذا الحيوان البشري في واحد الانكادر نسميه مفترس حيوان ما عرفتش كي نسمي هذا المخلوق هذا. مهما كانت الصراعات اللي ديال الماضي ولا صراعات كما كانوا ما كنظنش غتوصل فيه الواقع حال واحد الدرجه اللي هذه النعمه كامله غيزلها حيت انا شد فيها حسيفه. ما كنظنش هذا الحيوان هذا اللي غيدير هذه الخدمه ولا كنظن هذا الانسان هذا اللي غيدير هذه الخدمه ما يمكنش امبوس مستحيل غادي يكون دايرها بوحده يعني مع واحد الجماعه اللي هما اكس لحد الان باقي ما مجهولين كيتسموا اكس. بغينا نعرفوا هاد الناس هادو واش بينهم وبين خاطرهم وبينهم وبين نفسهم واش مرتاحين دابا واش كيديو من الناس وماشي فين هاد الديكور هذا ولا كيدوزوا من هنايا ولا كيوصلوا هاد البلاصه هادي وهاد لونطوراج هذا واش كيدوزوا على هاد الكارثه اللي دايرينها. ابار انك عندك عداوه مع واحد الانسان وما حاملوش وكتكره دين امو باغي تقتلو ما كتحملش الدين ديال امو بهذا المعنى هذا ما كنظنش كما قلت لكم ما قدرتش نحط هذا الانسان اونتر بارونتيز نسميه واحد الانسان اقل ما يقال على انه حيوان وما كنظنش شي حيوان غادي يدير هذه الخدمه هذه. يعني هذا الانسان هذا وحاشا واش يكون انسان نحطوه في القائمه ديال الجنس البشري اللي عنده قلب وعنده ضمير وكيفكر وبينه وبين الله وما كنظنش هاد خونا الا كان كيصلي بينه وبين الله راه هذا الشيء ما غيتقبلوش. باش نقول لكم الواقع ونحاول نشرح راه هذا الشيء راه كيضر في الخاطر الدراري وحق الله المعبود. كنتمنى هذا الفيديو هذا يوصل للناس المسؤولين اللي يقدروا يتدخلوا في هذه الحاله ونشوفوا واش هذا الانسان اللي مضرور عنده شي حق ولا لا. هذا الانسان اللي مضرور في هذا الرزق هذا راه ما يمكنش دوز هكا يعني ما يتسوق لا حتى شي واحد خصنا شي تدخل الدراري بالرجوله بغينا البارطاج. راه هو حق الرب الجليل الا كنتي غتشوف هذا الفيديو وكنظن انت غير من لوطوراج ديال المرس ما راكش بعيد حيت ما يمكنش واحد البراني يجي من واحد قرطاحنا ويدير هذه الكارثه هذا علاش في واحد المواطن اللي ما عنده حتى معاه شي علاقه. هذا الانسان هذا اللي دار هذا المشكل هذا راه اوتوماتيكمون عنده واحد السيركوي مع الضحيه. بمعنى اخر راه هذا الانسان اللي دار هذه الخدمه راه ما عنده وصف والله ما عنده وصف. النعمه ديال سيدي ربي هانتوما بالدرا كتشوفوا القمح تما الزرع العفو الله راه شي حاجه اللي كتضر في الخاطر كتضر في الخاطر ماشي راه غتجي هنايا غتشوف هذا الشيء هذا كيفاش هذا الانسان هذا الانسان هذا اللي كرمه ربي بالعقل هز موس ولا كيفاش كيقطع هذه الحاله هذه وكيبقى يشت فيها. هانتوما كما كتشوفوا هنايا هانتوما الدرا الدرا هنا الغبره ديال الدرا شوف هنا هذا الشجر ديال البقوس عامر كله درا كله هذه البلايص عامرين بالدرا. شوف الحيوان البشري كيفاش وصلت فيه الوقاحه وكيفاش قال له الضمير ديال عقله يدير هذه الحاله. اجي مع خي المصور انا مش دابا وما كنقدرش نتمشى عليها ما بالك واحد الانسان هز الموز صاحبي وكيقطع في الخناشي وواحد الانسان جايب السلعه ديالو من قرطاح حنا كيعلف بها البهائم ديالو الماشيه ديالو العالم العربي ديالو ماشي خناش كيدير بها ما يمكنش تاذيها انت ما يمكنش تزلعها صاحبي راه ما يمكنش صاحبي راه لا ضمير ولا لوجيك عند هذا المخلوق هذا. اقسم لكم بالله الا هذا الدرا صاحبي شوف الدرا صاحبي شو خدمه صاحبي ديال ولاد الحرام صاحبي. ما كاينين مصطلحات اللي نقدر نخدمهم مع هذا الانسان هذا ولكن احتراما للمتابع واحتراما بغينا ندخلوا في شي ندخلوا هذا الشيء في القانون ويدخل الامن ويدخل بزاف ديال الحوايج باش نحاولوا نشوفوا هذا المشكل هذا فين كاين وتكون داروا. ما نقدرش نخدم دوك مصطلحات كنتمنى من الله ومنكم راه انتم كل شيء. شوف الدراري حطوا بلاصتكم بلاصه خونا اللي تنظروا راه امبو مستحيل اصاحبي. شوف هذا الفيديو هذا ما تشعرش واحد الحاجه شوف اصاحبي اجي معايا اخي مصور شوف الدرا اصاحبي شوف القمح تخنا عليك بالرب العالي يا صاحبي شوف فارينا كي مزلعه والقماحة صاحبي والضرا والروينة كحلا شوف صاحبي الرزق شوف صاحبي الرزق شوف صاحبي النعمة ديال سيدي ربي مشتتها وفي الخلا صاحبي شوف صاحبي النعمة ديال سيدي ربي شوف صاحبي الكائن الحيواني وحاشا واش يكون حتى هذا حيوان صاحبي يدير هذه الخدمة. اجي معايا تشوف واحد الروينه انا صاحبي البقوس كامل عمرو وعلاش دار علاش هو اصلا كبو في البقوس باش بنادم اللي واخا يبغي يجي يجمعها ضروري غيخلي النص فيها. والله ما قديت انا نفهم هذا البنادم هذا اللي دار هذه الخدمه هذه ما فهمتش كيفاش فكر
حطها في الاماكن زلها في الاماكن اللي يعجز عليها الانسان يتجمع، وخا تجمع مع التراب نقولوا الماشيه ديال بنادم يقدر ياخذ فيها شويه، ولا ما يمكنش ياكل الحجر غياكل القمح. داكشي باش زلعها في البلايص اللي صعيب باش تجمع، تجمع بحبه حبه، راه الرزق ديال الرب صاحبي مش تستناها يا صاح. يعني بالمعنى اخر بلا هوا وبلا هضره وبلا حتى شي حاجه، بغينا الامن الوطني، بغينا رجال الدرك الملكي يتدخلوا في هذه الحاله. يعني ماشي على ماشي زعما هذا الشيء بالخطر، راه ايرجونس هذه الحاله خاصها توصل. الرجوله الدراري اللي كاع فيه شويه ديال الجرام ديال الرجوله وجرام ديال الاسلام يتضامن معنا باش هاد خونا هذا ما يضيعش رزقو، راه جيبو من السبب ديال كحله الفلوس، ومره كيجيبو من كيكو، ومره كيجيبو من فاس، يعلم ربي منين جاب هاد النعمه هادي، شحال خسر عليها هاد المصروف، شحال باش وصلها لهنايا، وشحال باش شرا هاد الرزق هذا، ويجي واحد الانسان بقلب بارد بالدم متلج يدير له هاد الخدمه هادي. حق الرب العالي العظيم ما عندها شي تفسير، اقسم بالله من غير هاد خونا هذا خصو الحبس، خصو يتعاقب على هاد الخدمه. انا شفت الفيديو ما فهمت والو، قلت والله سنطلع حتى لهنايا، وانتم بمشقه ديال الطريق غير لابيس ومطلعين داسي باش نشوفوا شنو هادشي، وباش ننقلوا لكم وباش نوصلوا لبنادم شنو كيوقع في جامعات المرس اللي كنقولوا بلاد الشرفه وبلاد 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 وبلاد، وكنتعناو بها قدام واحد اخر باللي حنايا مازال عندنا المعقول. شو المسلم شنو دار لخوه؟ شنو دار المسلم بحاله؟ واخا يكون الطرف الاخر يهودي ما يديرش هاد الخدمه هادي. والله ما تعطيني خاطري، انا دابا كنمشي على الرياض ديال الصبعاني على حجر باش ما نزطمش في هذه النعمه هذه اصاحبي، وجيبنا انا مصابيض هذه الخدمه. يعني راه امبو مستحيل شي حاجه اللي كضر في الخاطر. كنتم معنا من تيج المامين نواحي سكوره جماعه المرس اقليم بولمان عماله ميسور. نتمنى من سيدي ربي توقفوا مع هذا الانسان هذا، انا غير وسيط بين الضحيه والراي العام، يوقفوا مع هذا خونا هذا وياخذ حقه، ونتمنى من الله ياخذ الحق في هذا الانسان هذا اللي دار له هذه الخدمه هذا كما قلت لكم، حاشا واش يكون هذا انسان. والسلام عليكم.